بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهاده الثانويه الازهريه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده لشرح لحديث جديد من الاحاديث المقرره علينا في هذا العام. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد. ابنائي وبناتي الحديث الذي معي في هذا اليوم هو الحديث الخامس عشر. والحديث الخامس عشر تحت عنوان: البر بالاباء ولو كانوا مشركين. مهما كان الاب والام ايا ما كان مسلما كان ام مشركا فضروره البر بهما امر حتمي وامر واجب علينا هيا بنا ابنائي وبناتي لنرى حديث اليوم الحديث الخامس عشر البر بالاباء ولو كانوا مشركين عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان امي قدمت وهي راغبه افاصل امي قال نعم صلي امك كما راينا ابنائي وبناتي حديث على واقعه حديث له سبب السيده اسماء رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنه تسال الرسول صلى الله عليه وسلم لان امها جاءت لتزورها وكانت امها مشركه اي لم تؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت واستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان امي جاءت الي وقدمت علي وهي مشركه افاصل امي فكانت الاجابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم صلي امك هيا بنا ابنائي وبناتي لنرى شرحا وافيا لهذا الحديث نبدا اولا بالتعريف براوي الحديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما التيميه القرشية ذات النطاقين أسلمت بعد سبعة عشر إنسانا وتوفيت سنة ثلاث وسبعين أو أربعة وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله بأيام وقد عاشت رضي الله عنها مائة عام معاني المفردات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في المدة التي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أو في زمنه صلى الله عليه وسلم وهي راغبة أي راغبة في بر ابنتها او مؤمله طامعه في ان اصلها واحسن اليها بالهبات او في القرب مني ومجاورتي والتودد الي او راغبه عن ديني فاستفتيت اي فسالت والاستفتاء هو السؤال أفأصل من الصلة؟ وهي العطف والبر والإحسان وكل ما تكون به صلة الرحم وضدها القطيعة، المباحث العربية وهي مشركة، جملة حالية، راغبة وقراءة وروايه اخرى راغبه منصوب على الحال ويجوز رفعه على انه خبر المبتدا كما راينا ابنائي وبناتي بعض معاني المفردات وبعض المباحث العربيه جاء الدور الان لننتقل بكم سويا الى شرح وبيان مفصل لهذا الحديث فالى شرح الحديث الشرح والبيان وفيه نتحدث عما يلي اولا قصه الحديث وسبب وروده ثانيا المعنى المراد بقوله راغبه ثالثا بيان ما يرشد اليه الحديث لنبدا اولا ابنائي وبناتي بقصه الحديث وسبب وروده جاءت قتيله وقيل قيله بنت عبد العزه القرشيه على ابنتها اسماء بنت ابي بكر في الهدنه اي زمن الهدنه وكان ابو بكر رضي الله عنه طلقها في الجاهليه فجاءت بهدايا فابت اسماء ان تقبل هديتها او تدخلها بيتها وهي مشركه حتى تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي قدمت علي ونزلت عندي وهي راغبه في شيء تاخذه او راغبه عن ديني معرضه عن الاسلام او راغبه في القرب مني ومجاورتي والتودد الي والدليل على ذلك انها ابتدات اسماء بالهديه ورغبت عن اسلامها سبب الحديث ايها الابناء الاعزاء كان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه تزوج بقتيله قبل الاسلام وانجب منها اسماء فلما جاء الاسلام ودخل ابو بكر في الاسلام واسلمت السيده اسماء رضي الله عنها لم تسلم ام اسماء السيده قتيله ففي زمن الهدنه جاءت لتزور ابنتها وجاءت معها بهدايا سمن وقرض واقط وما الى ذلك مما يدبغ به الجلود وما يقتات به فابت السيده اسماء ان تقبل هديتها او ان تدخلها بيتها حتى تستفتي وتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم هل يجوز ان ادخل امي علي رغم انها مشركه ام لا ومن هنا تعليم لكل طالب ولكل جاهل عن مساله ان يسال اهل العلم ان كان لا يعرف وجه الصواب فالسيده اسماء رات ان تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم قبول هديه امها وعن حكم صلتها لها ولم تدخلها البيت ولم تقبل منها الهديه وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه القصه وسالته: أفأصل أمي يا رسول الله؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم صلي أمك. هيا لنستكمل شرح الحديث. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير اما المعنى المراد بقوله راغبه ولو حمل قولها راغبه اي في الاسلام لم يستلزم حصول اسلامها فلذا لم يصب من ذكرها في الصحابه وفي روايه صحيحه راغمه بالميم اي كارهه اسلامي وهجرتي او ذليله محتاجه الى عطائي وقيل اي هاربه من قومها افاصل امي قال نعم صلي امك قال سفيان بن عيينه فانزل الله فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين اي لا ينهاكم عن الاحسان الى الكفره الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفه منهم كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا شك ابنائي وبناتي ان للوالدين فضل عظيم علينا ويجب علينا جميعا ان نبرهما سواء اكانا مسلمين ام غير مسلمين لان الله عز وجل في القران الكريم امر بالاحسان اليهما اما اذا جاهدانا وفعلا كل ما في وسعهما على ان يردونا عن الاسلام فلا طاعه ابدا لمخلوق في معصيه الخالق وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا اي رغم ذلك كله عليك ان تصاحبهما في الدنيا بالمعروف وتحسن إليهما وتبرهما أما مسألة الدين فما فكما قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين هكذا نرى خصال الإسلام وصفات الإسلام والطريقة التي يربينا بها الإسلام أن نبر بآبائنا وبأمهاتنا حتى وان كانوا على خلاف ديني معنا، المهم ان نصلهما ونبرهما مسأله الديانه لكم دينكم ولي دين. هيا بنا ابنائي وبناتي نرى ما يرشد اليه الحديث. الحقيقه ان الحديث يرشدنا الى كثير من الاشياء نذكر منها اولا جواز الهديه للمشركين لا سيما إذا كانوا من ذوي القربى. ثانيا مشروعية صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. ثالثا جواز موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة. رابعا التحري في امور الدين وسؤال اهل العلم عما لا نعلم الحقيقه ان السيده اسماء ضربت لنا جميعا مثلا رائعا في التحري عن الحقيقه والبحث عنها وهذا شرع لنسال اهل العلم عما لا نعلم قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فهي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا انفا حتى ترى وجه الصواب في قبول هديه امها التي لم تسلم ام تردها تصلها ام تقطعها فاخذنا من ذلك امثله كثيره جواز معامله أهل الملل الأخرى في زمن الهدنة كذلك رأينا أن الله عز وجل لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يظاهروا علينا أو على إخراجنا كالنساء والأطفال والضعفة طالما أنهم لا يحملون علينا السلاح فنعاملهم معاملة حسنة لهم ما لنا وعليهم ما علينا ومثال هذا الحديث ما حدث لسيدنا مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه لما اسلم وكان يدعى بالفتى المدلل من كثره ثرائه وغناه من المال الذي تركه له ابوه فكانوا يسمونه الفتى المدلل فلما اسلم مصعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدات امه تفعل الافاعيل حتى ترده عن دين الاسلام لدرجه انها منعت نفسها عن الطعام والشراب حتى تموت جوعا فيعير بها ان يقول له الناس انه السبب في موت امه ورغم ذلك كله لم يستمع لكلامها لأن كلامها في هذا الوقت متعلق بالإيمان بالله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا رب اجعلنا نتبعه واجمعنا في ظلك معه يا رب اجعلنا نتبعه واجمعنا في واسلكنا في <applause> من تقبله مع من أيده وبايعه واسلكنا في من تقبله <applause> مع من أيده هيا بنا ابنائي وبناتي لاسوق لكم طائفه من الاسئله التقويميه نقيس بها فهمنا ودرجه فهمنا لهذا الحديث الشريف. اقول في السؤال الاول بين معاني الكلمات الاتيه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اول كلمه احسنتم أي في المدة التي ما بين صلح الحديبية وفتح مكة أو في زمنه صلى الله عليه وسلم. وهي راغبة أي راغبة في بر ابنتها أو مؤملة طامعة في أن أصلها وأحسن إليها بالهبات أو في القرب مني ومجاورتي والتودد الي او راغبه عن ديني فاستفتيت بورك فيكم ايها الابناء نعم اي فسالت والاستفتاء هو السؤال افاصل من الصله وهي العطف والبر والاحسان وعلى ما تكون به صله الرحم وانتم تعلمون ان ضدها القطيعه انتقل بكم الى سؤال اخر ما موقع جمله وهي مشركه من الاعراب كاني اراكم تتبارون نعم هي جمله حاليه وما اعراب كلمه راغبه هي منصوبة على الحال ويجوز الرفع على انها خبر المبتدا لكن السؤال الان هل اسلمت ام اسماء رضي الله عنها؟ الاجابه لم تسلم ولذلك لم يصب من ذكرها في الصحابه هذا اذا حمل قولها راغبه اي في الاسلام لم يستلزم حصول اسلامها ولذا لم يصب من ذكرها في الصحابه ولذلك هناك روايه صحيحه راغمه بالميم اي كارهه اسلامي وهجرتي بين معنى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم ايها الابناء الاعزاء اي لا ينهاكم عن الاحسان الى الكفره الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفه منهم وذلك كما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى اشرح الحديث باسلوبك كما راينا ايها الابناء الاعزاء في مساله ذكري اذكر المعنى العام للحديث او اشرح الحديث باسلوبك لا نقصد به ابدا ان نسمع ما ذكر في الكتاب وانما نعني به ما استوعبناه وما فهمناه من شرح عام للحديث فمثلا نقول انه لما جاءت قتيله بنت عبد العزى بهديه الى ابنتها اسماء بنت ابي بكر في زمن الهدنه وكانت لم تسلم فارادت ان تصل ابنتها فلما وصلت اليها رفضت السيده اسماء ان تدخلها البيت او ان تقبل هديتها حتى تسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك فلما سالته صلى الله عليه وسلم عن حكم ذلك قال لها صلي امك هذا يكفي في المعنى العام للحديث ولا نريد ان نسمع ما ذكر في الكتاب. هيا بنا ابنائي وبناتي ننتقل الى سؤال اخر. اذكر بعض ما يرشد اليه الحديث. نقول: جواز الهديه للمشركين لا سيما اذا كانوا من ذوي القربى. وكذلك مشروعية صلة الرحم الكافرة كالرحم المسلمة. وأيضا جواز موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة. وختاما التحري في أمور الدين وسؤال أهل العلم عما لا نعلم. وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. طاعه الاباء والبر بالامهات مساله يطول الحديث عنها ولكن علينا دائما ان نضع في نصب اعيننا ان الاب والام هما سبب وجودنا في هذه الحياه فلا يكونان سببا لوجودنا ونكون نحن سبب في عصيانهما وتعاستهما وقطيعتهما لا شك ان الجزاء لا بد وان يكون من جنس العمل فعندما تبروا اباءكم وامهاتكم كما قال صلى الله عليه وسلم بروا اباءكم تبركم ابناؤكم فدائما هل جزاء الاحسان الا الاحسان ودائما الجزاء من جنس العمل ودائما ايضا وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى عليكم ايها الابناء ان تبروا دائما الاباء والامهات وان تامروا الناس به حتى تكون وصيه يواصي بها بعضنا بعضا فتعم الفائده ويعم النفع مما نتعلمه من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو الله تعالى ان يوفقنا دائما واياكم لما فيه الخير انه ولي ذلك والقادر عليه الى ان نلتقي في لقاء اخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته